يا جار بيت الله ما لك جافي ونداء ربك ليس عنك بخافي غذاك من نعم فأنت خدينها وحباك جسما طافح الأعطاف في صحة تحيا وغيرك مدنف وإذا مرضت فإن ربك شافي يدعوك حي على الفلاح ولم تزل تعصي وأنت منعم متعافي وإلى المساجد سار من في جسمه سقم وأقبل راعش الأطراف وأتى إليها من به شيخوخة وبقيت في صمم الغواية غافي وبقيت تسمع في منامك أنها قامت وتمكث في وثير لحافي أوما سمعت وعيد ربك صادقا ونهلت من نبع الكتاب الصافي هو آمر بأدائها ومحذر في مريم وبسورة الأحقاف أوما علمت بأن موتك قد دنا فتكون محمولا على الأكتاف أوما حسبت حساب قبر مظلم في مهمه وعليه يذر السافي وبه شجاع أقرع متربص بجريرة الفعل القبيح يكافي فالموت محتوم وكل ورده آت رعاع الأرض كالأشراف سل عنه عادا والأولى قد شيدوا دنياهم من جملة الأسلاف نحتوا الجبال وقد بنوا أهرامهم أجسادهم كالنخل والصفصاف ماتوا جميعا أصبحوا أثرا بلا عين ويأتي الدور للأخلاف أتراك غرتك الدنية لم تكن تدري بما يطلبك من أحتافي ستجيء في يوم التغابن عاريا عطشان في كرب القيامة حافي فأجب نداء الله قبل منية تأتيك والقدر الأكيد يوافي فالناس دون هداية شيطانهم فيهم كذئب في قطيع خراف بحر الحياة شديدة أمواجه وعبادة الإنسان كالمجداف هذه نصيحة مشفق في قلبه خوف عليك يصوغ منه قوافي ويخاف في يوم المعاد تلومه وتقول لم تحرص على إنصافي وتركتني في الغي دون نصيحة ساهمت في عطبي وفي إتلافي ها قد محضتك كل نصحي يا أخي حرصا عليك أليس ذاك بكافي أرجو لقلبك أن يذوق هداية من فضل ربك سابغ الألطاف يا رب رد إليك من قد غرهم كيد الغرور وأنجهم يا كافي.